لو انت من احد المهتمين انك تعرف العلاقه الحقيقيه والداخليه ما بين كريستيانو رونالدو وما بين ليونيل ميسي، وليه كريستيانو رونالدو بيصطاد ليونيل ميسي في تقرير على طول بيطلع فيه صحفي او قنوات تلفزيونيه بشكل مباشر او غير مباشر، اعمل لايك للفيديو وانتظر معايا اقول لك ايه الموضوع بالظبط. شوف موضوعنا وحلقتنا على طول. كريستيانو رونالدو انا شايف ان هو سيلفش شويه واناني جدا في علاقته بكره القدم بميسي شويه، حاول ياخد كل الامور في صالحه شويه. يعني شفنا كريستيانو رونالدو لما قال ان الدوري الايطالي هو اصعب دوري وان الدفاع فيه قوي جدا وان المهاجم مش بالسهل قوي ان هو يسجل اهداف وان منافسه شرسه جدا، وانا شايف ان تسجيل اهداف بجد فيه صعوبه جدا في الدوري الايطالي عن اسلوب اللعب في الدوري الاسباني. يا راجل ما انت عشت 10 سنين في اسبانيا، عشان ليونيل ميسي موجود في اسبانيا حاليا بيلعب مع برشلونة بتقلل من الدوري الاسباني؟ نيجي نشوف تصريح تاني لما راح لمانشستر يونايتد قال انا رحت افضل دوري في العالم واقوى دوري في العالم ودوري فيه صراعات وفيه كرات طويلة وفيه التحامات ولياقة بدنية وقوة دفاعية كبيرة جدا وخططية وبدنية وكل حاجة، وقاعد يمدح 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 ونسي ان هو قبل كده قال ان الدوري الايطالي ده اصعب دوري في العالم وان دي مهمة صعبة جدا 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 عليا في الفترة دي، وكمان اشار للدوري الاسباني ان هو دوري مش قوي وان الاجوان فيه سهل. شوف لما راح كريستيانو رونالدو النصر السعودي شوف هو بيقول ايه، يقول لك الدوري السعودي هيبقى من افضل 5 دوريات في العالم، الدوري السعودي هيكون مستقطب للنجوم كرة القدم، الدوري السعودي فيه حاجات عجبتني وما كنتش متوقع ان انا الاقيها وتظهر في الدوري السعودي. كلام جميل، كلام حلو قوي. يعني انت فيما معناه انا باخد عنك ريكورد دلوقتي ان انت شخص اناني جدا وان انت سيلفش قوي في كرة القدم، وكمان بتوجه رسائل ان الدوري الامريكي دوري مش كويس وغير جيد على الاطلاق، وان انت نسيت حتى التصريحات اللي انت قلتها قبل كده لما تشافي قال ان ميسي افضل من كريستيانو رونالدو هاجمته وقلت ان هو بيلعب دلوقتي في الدوري القطري لدوري الخليجي الانجليزي وصدفوك هناك في انجلترا في احد القنوات الرياضيه المهمه جدا المشهوره في انجلترا، قلت انا هختم حياتي في نادي كبير جدا ومستحيل ان انا اعمل زي تشافي او اي لاعب راح ينهي حياته في امريكا او في الدوري الخليجي. فمش عارف ليه كريستيانو رونالدو دايما شايف ان ميسي احسن منه او بيقلل منه، او مثلا يعني في بقى شويه غل وحقد شويه، حاسس ان كريستيانو رونالدو هيبطل الكره بدري شويه عن ليونيل ميسي، في مشكله بينهم. ولكن حتى في اخر موسم صيفي الان ظهر فيك ميسي انتقالاته الى الدوري الامريكي وان هيروح خلاص ومضى مع ابل وعمل حاجه كبيره جدا اقتصاديا ما عملهاش اي لاعب كره قدم في العالم قبل كده، وعمل حاجه حلوه قوي وغضب على الهلال السعودي اللي كان بيديله مبلغ بصراحه مهول فلوس ما فيش اي حد ان هو يرفضها. برضو رد عليه كريستيانو رونالدو قال ان الدوري الامريكي دوري قليل والدوري السعودي هو الدوري الافضل وهيبقى من افضل الدوريات في العالم.